مني تاني. ليه؟ عشان كدبتي عليا؟ انا ما كدبتش عليك، انا ما لحقتش اقول لك. عموما احنا لازم نتجوز بسرعه عشان موضوع الوصيه ده. هو انت ما بتفكرش غير في موضوع الوصيه ده؟ لا ازاي؟ بفكر في نفسي وفي مشاعري. مشاعرك؟ انت لسه مقابلني وطلبت تتجوزني. على فكره بقى، ممكن البني ادم يقابل واحده ومن اول لحظه تغير له مفاهيمه في الدنيا كلها. بجد؟ اه طبعا، ده لو حبها. وانت حاسس ان انت ممكن تحبني؟ هتصدقيني لو قلت لك ايوه؟ يبقى نستنى لغايه ما تحبني. مفيش مشكله، نستنى يوم اتنين تلاته تحت امرك. لا، نستنى شهر اتنين تلاته. ايه؟ شهر اتنين تلاته؟ ده يكون الميراث ضاع مني والضرايب حجزت عليا. خلاص، يبقى اشوف لك حل تاني. حل تاني؟ هو انا لو عندي حل تاني كنت اتجوزت اصلا. شفت بقى ان انت مش هتقدر تحبني؟ وانا بصراحه مش هقدر اتجوزك وانت كده. وانا كده ازاي يعني؟ يعني موضوع العدوى والحاجات اللي انت فيها. ما تخافيش مادموزيل، طنط افغاد. الدكتور قال ان شاء الله هيخف على اول الشهر. انت مالك انت؟ الله، مش المدير بتاعي ولازم ادافع عنك؟ ولا انا عشان جالك شويه جرب خلاص هنبيعك كلنا؟ جرب امشي، غور من هنا، غور من هنا. شرب حاجه طيب؟ روح اعمل لي قهوه. الوزن. بصي انا رايي بقى نكتب الكتاب ونخلي الدخله بعدين. صح صح، عشان موضوع الجرب ده. ايه؟ قصدي موضوع العدوى. اه نبي يا رياض، انا عايز اخلص من الموضوع ده بسرعه. حاضر حاضر، بس بقول لك ايه، حلاوتي وحفوظه. ما تقلقش، هجيب لك حلاوه واجيب لك زلابيه كمان. ماشي، انا عايز الحلاوه يا رب يا رب. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ حد يقول كده برضه الواحد جاب له عروسته لحد عنده؟ يعني انا جبت لك سلافتك حبيبتك. مالك كده محسسني ان انت حمايه؟ هي لسه بقت عروستي؟ انا مالي يا باشا، انت اللي ما نفذتش. ما تتكلم يا حاج رياض. بصراحه الراجل عنده حق. بس اهو قال لك عنده حق. لا يا حلو، انا بقول هو مش انت. انا اللي عندي حق. ايوه انت. مش هو. لا. طيب طالما بقى عندي حق يبقى تستنى عليا شويه لغايه ما انجز. استنى عليك شويه ازاي يعني؟ ان شاء الله لحد ما تظبط نفسك. انا مالي، انا عايز اضمن فلوسي. هو انا لسه خدت فلوس؟ ما تتكلم يا حاج رياض. بقول لك ايه، بقول لك ايه، الاستاذ زهدي راجل محترم ومقدر ظروفك على المنيله اللي انت فيها. انا مش هو. ايوه انت. ايوه مظبوط. قال لك انت. لا هو. انا اللي مقدر مش هو. يا ظروف. أيوة. انا ولا ظروف هو؟ ظروف انا. اللي مقدر ده اللي مقدر. طب طالما مقدر بقى يبقى تستنى عليا بقى لغايه ما اتجوز. ليه يا عم؟ ان شاء الله. وانا فاتح كشك وانت مشكك مني؟ دي فلوس ضرايب. امال مقدر ظروفي ازاي يعني؟ ما تتكلم يا حاج رياض. بقول لك ايه، بقول لك ايه، امسك امسك الشيكات دي. شيكات ايه يا رياض؟ انا معيش فلوس البنك. بص، هتكتب لنا الشيكات دي بتاريخ اسبوع قدام، تكون ورثت واتجوزت. اها. ايوه بس بقول لك ايه، هتكتب ولا يحجز لك على طول بكره؟ ماشي هكتب، بس اول شيك اول الشهر. ليه اول الشهر؟ واحنا لسه هنستطلع هلال رمضان. ما تديني مهله يا زهدي، في ايه؟ ما تتكلم يا شيخ رياض. بقول لك ايه، معلش اديله مهله. ابننا برضه، ابننا. اكتب اكتب. انا اللي اكتب الشيكات؟ لا، هو هو اللي يكتب. انا اللي استلم الشيكات. ايوه انا اللي هحجز. ايوه. اه قال لك هو، يعني انت اللي تكتب الشيكات. ماشي. هتعوزوا كام شيك؟ وكل شيك بقد ايه؟ يا نهار اسود. صباح الخير. صباح الخير. ما دام طلبتيني من ورا فارس يبقى اكيد عايزه تزحزح المهر. لا خالص. يبقى المؤخر؟ ابدا. امال ايه الحكايه؟ اوعي تكوني خايفه تتعدي منه. لا مش خايفه تعدي منه، بس هي يعني العده لسه ما خلصتش. خلصتش؟ اه. يعني فاضل كام يوم على الثلاث شهور؟ هم الثلاث شهور. مش فاهم. يعني انا لسه متطلقه امبارح وجيت هنا عشان افصل شويه. ايه الكلام ده؟ يعني انت جايه تفصلي هنا؟ ادي اليوم الاخضر. ما انا حاولت اقنعه انه يستنى ثلاث شهور على الجواز، هو اللي مرضيش. مش بمزاجه، المهله عنده قررت تخلص وكاتب على نفسه شيكات. خلاص، يبقى انا كده عملت اللي عليا. شوف له عروسه ثانيه. شوف له عروسه ثانيه ازاي يعني؟ اه صحيح، مفيش اخت مش مطلقه. نعم. استني بس وافهميني، انت هتتجوزي فارس وموضوع العده ده تنسيخ خالص. ازاي بس؟ احنا هنكتب كاتب الكتاب والدخله بقى ثلاث شهور. ينفع؟ لازم ينفع، ما انا مش هسيبه يخسر الميراث بتاعه وانت كمان هتخسري 2 مليون جنيه. طب لو انا وافقت هو هيوافق؟ لا ما تخافيش، فارس مش هيعرف ولا المأذون كمان. ما هو مش مكتوب في الوصيه ان الدخله تتم يوم كاتب الكتاب. قلت ايه؟ السلافه. ايه؟ انا يا انت يا سلافه. ماشي فريده، انا عايزك تعمل دبل شيك على الغرف اللي قلت لك عليها، ويا ريت عشان خاطري. اه فريده، يعني انت من الصبح قاعده بنفس القعده ونفس البطاقه. ايه يا امي مش كده؟ ها صح. انت مالك؟ كم مره اقول لك مالكش دعوه بيا؟ مالكش دعوه ايه؟ انت سايبه كل الشغل فوق راسي وقاعده بنفس البطاقه من الصبح يا فريده، مش كده؟ انا راضيه ذمتك، ده منظر واحده مطلقه.
وانت بنظرتك الثاقبه المطلقه بيبقى منظرها عامل ازاي؟ مفيش واحده مطلقه بتضحك الضحكه دي. ما هي بتضحك عشان بتتصور، وهي بتتصور بقى ما كانتش مطلقه. نشغل دماغنا شويه. ما شاء الله، بتدافع عنها بقلبي قوي كده ليه؟ وانا هدافع عنها قوي كده ليه؟ انا عايز حضرتك تركزي في الشغل. يا سلام يا سلام لو تركزي معايا شويه. اركز معاك ايه وبتاع ايه؟ لو هي مطلقه فعلا فين قسمت الطلاق؟ واحنا مالنا؟ احنا اوتيل مش مباحث صح؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ هو مش ده المدير بتاعنا وعايز يتجوزها؟ يا ستي هو صغير اكيد قبل ما يتجوزها هيعرف كانت مطلقه ولا لا. مش معقول. هو ايه اللي مش معقول؟ تمام هتبني في بريك ساعتين. ما انت في بريك من الصبح فرقت في ايه؟ ما مالها؟ ما زي القمر مطلقه. انا بس اللي بحب واحده غبيه. المحامي قال لي ان انت كتبت شكايه للضرايب. اول مره اعملها بس ما كانش عندي حل تاني. بس ما تقلقيش بعد الجواز ان شاء الله كل ده هيتحل. انت متاكد ان انت عايز تتجوزني؟ طبعا. غريبه ما سالتنيش انا اتطلقت ليه. عادي يمكن عشان ما فيش وقت يعني. بخيل. انا؟ لا طليق بخيل قوي مع انه كان معاه فلوس كتير. كان بخيل في كل حاجه حتى في مشاعره. لا 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 انا ما احبش كده. موضوع المشاعر ده بيضايقني قوي. كويس ان انت سبتيه. في حاجه تانيه عايزه اقولك عليها. ايه؟ اوعى تكوني اتجوزتي تاني بعد ما اتطلقتي. امال هتجوزك ازاي؟ طيب فاتتني دي. عمر. مين عمر ده كمان؟ ابني. ابنك؟ انت ما قلتليش ان انت مخلفه. انت ازاي تخبي عليا موضوع زي ده؟ هو انا لحقت احكي لك على حاجه؟ صحيح معلش. الاستعجال ده هو اللي موديني في داهيه. معلش معلش. عنده قد ايه يا عمر ده؟ اسمعني كويس يا مولانا، انت هتكتب الكتاب. طلعت العروسه مجنونه قتلت قتله حفيده رايه وسكينه. مالكش دعوه. لو العروسه طلعت مقتوله برضه هجوزها. الله عليك. ايوه انا احب الوش ده والدخله دي. متر غلام حضرتك ما شفتش فريده؟ فريده؟ اصل هي مختفيه من الصبح وبحاول اكلمها ما بتردش. طيب اسبقنا انت يا مولانا بقى وانا جاي وراك. وزي ما اتفقنا اطمن هجوزها له. يعني هجوزها له؟ الله عليك والله طمنت قلبي. متر غلام ايه حضرتك عارف فين فريده صح؟ انا زحلقتها على قاعه العشاء. ليه؟ عماله تنخرم في جوازه سلافه وماسكه البطاقه بتاعتها كانها بتاخد الاعداديه. تمام يعني هي دلوقتي في قاعه العشاء. ايوه بس ما تقلقش انا هبعت اجيبها بعد كده بكتاب على طول ان شاء الله. بس برضه انا قعدت اكلمها ما بتردش وما حاولتش حتى تتصل بيا. الله انا ما قلتلكش. ايه مش الواد اللي هناك خليته سرق منها الموبايل؟ انت ازاي تعمل كده يا متر؟ ده تلاقيها دلوقتي قاعده بتلف حوالين نفسها. انا مش هسكت على فكره، انا لازم اروح لها. خد تعالى هنا. فريده تلف حوالين نفسها؟ والله يا فريده دي تنزلك البير وتطلعك سقعان. اسمع يا ابني انت لو بتحبها فعلا وعايز تتجوزها ما تجيبهاش غير بعد كاتب الكتاب. يلا اتكل على الله. فارس جاي. فارس جاي. ازيك يا مستر فارس؟ ابو الفوارس ايه الاخبار؟ تمام. ما تلبسش بدله يعني. انتوا مش قلتوا الدخله بعد 3 شهور؟ خلاص وقتها هجيب لك بدله بس على حسابك. بقول لك ايه؟ برضه عروسه تانية بقى. تانية ايه؟ انا متشائم. هي كنزايه. بقول لك ايه؟ انت اللي كاتب شيكات للضرايب وانت اللي ما عندكش رصيد. عندك رصيد؟ لو عندك رصيد ماشي يلا. تعال عايزك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجلطه؟ امشي معايا من سكات السفاله دي. انا فاتني حاجه؟ حاجه ايه وزفت ايه؟ طب الحمد لله. يا غلاب يا غلاب افرد وشك في ايه؟ انت قامتها علينا ليه كده؟ ده احنا داخلين على فرح. ولا انت عايز تاكل عليها العموله؟ لا انا عايز العموله. فين؟ اخلص. ايه؟ جايب لي عروسه متطلقه وعايز عموله؟ ده انت غريب قوي. طلقه؟ يا سلام، يعني ما تعرفش يا اخويا؟ لا ما اعرفش. هو انا اللي مطلقها؟ اخلص. ايه الاسلوب الرقيع ده؟ انت يا ابني مش قايل لي انها زي اختك؟ يعني مش عارف تفاصيلها؟ زي اختي، زي ما انت قلت كده بالظبط، يعني مش اختي، اعرفها منين انا يا اخي؟ وبعدين اعتبرها يعني اختي في الانسانيه. حلاوه في الانسانيه. قسما بالله العظيم لولا انك شبه واحد صاحبي صيني عزيز على قلبي انا كنت شفت شغلي معاك. خلاص مش مهم، المهم انت افرد وشك عشان احنا داخلين على فرح. وبعدين يا سيدي مش مهم متجوزها متطلقه ارمله، المهم يتجوزها ويفك اللي عليه يا اخي. ولا ايه يا غلاب؟ غلاب غلاب واختفى ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدا الليله. بس يا ولد بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا الليله. يا مولانا ما يصحش كده. لا ده عرسنا زين وكحيل. العين توكل على الله يا مولانا. بطاقتك يا عروس موجوده هي يا مولانا. انا بقى معيش بطاقه.
انا مش محتاج بطاقتك عشان صورتها معايا من اول الشهر. ايه ده؟ البطاقة موجود فيها انك متجوزة. لا 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 انا متطلقة. طب فين قسيمة الطلاق؟ جاية في السكة ان شاء الله. خلاص نستناها لحد ما تيجي. الحمد لله جت من عند ربنا. مش ده اتفاقنا يا مولانا؟ اتفقنا في حالة كونها مطلقة. ما هي مطلقة، يعني انا هجوز واحدة متجوزة؟ ما اقدرش اجوزها من غير قسيمة الطلاق. انت كده هتبوظ لي كل حاجة. وانت كده بتضيع لي مستقبلي. تمام تمام. طب مولانا ما ينفعش حضرتك حد يبعت لك قسيمة الطلاق سكرين شوت على الواتساب؟ واتساب؟ استغفر الله العظيم. استغفر الله. طب انا في اوضتي لحد ما تشوفوا هتعملوا ايه؟ رايحة فين عروسها؟ في حاجة؟ عروسة؟ إيه؟ لا 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 يا نهار اسود، هي شكلها تقصد انها في غيبوبتها لحد ما تشوفوا هتعملوا ايه؟ والنبي فوقي والنبي يا نهار اسود ومنيل، يعني انا اجوزك البنت عشان تبهدلها لي؟ يا عم استنى شوية. ده اللي انا كنت خايف منه، العروسة هيغمى عليها عشان خايفة من الجواز. يعني هي أول مرة تتجوز؟ لا لا هي أول مرة تتجوزك أنت. كده كده الجوازة دي ما كانتش هتتم، المأذون كان مستني قسيمة الطلاق. يا سلام يا اخويا، مستنى بقى قسيمة الطلاق لغاية ما يحجزوا عليك. دكتور أمجد جوه، ربنا يقومه بالسلامة. بس ما تقولش دكتور. بيني وبينك أنا قلقان تموت في إيديه. اخص عليك. اخص. إيه ده؟ أنت بتبص لي كده ليه؟ يعني ما أنتش عارف؟ ها؟ ما أنتش عارف اللي أنت عملته؟ أنا عملت إيه؟ يا دكتور سيبك منه، طمنا بس على سلاف. مبروك يا برنس، العروسة حبلة. ايه؟ أول مرة أسمع دكتور بيقول حبلة. وأنا؟ حامل إزاي؟ ده احنا لسه ما اتجوزناش. أنت بتسألني أنا؟ ده بيسألني أنا. أنت شايف دي ميدالية؟ حضرتك اسأل نفسك، شوف شوف انت عملت ايه يا شقي. انا عايز افهم بس، يعني هي اساسا مطلقه ازاي تبقى حبله؟ انت حضرتك بتدخلني في تفاصيل ليه؟ انا مش فاهمك برضو، ليه حضرتك بتعاملني على اساس ان انا فاضي وهعرف تاريخ عائلتها؟ انا مش عارف يا فندم. وبعدين ليه بتعاملني على اساس ان انا طبيب شرعي؟ انت مش طبيب اصلا. فارس اخص عليك. ماما قوي. اجازتي انا، انا اللي عمال اشيل بلاويك واجيب لك الحقيقه واقولها لك في وشك عشان تتغير. ايوه بس انا عايز اعرف، يعني انت حضرتك عرفت منين؟ حللت لها؟ لا حضرتك انا عندي سكر وعصبي. ها هرد عليك راجل مش كويس. لا اعوذ بالله. مش ممكن يا فندم، عايز تحللها خد الاستاذ وخش حللها بنفسك. ايه ده؟ تخس. ماما قوي. صحيح الكلام ده؟ انت قادرة؟ تخس عليك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه يا دكتور انت لسه خارج من الحضانه ولا ايه؟ بس انا عاجبني يونيفورم المدرسه ده قوي. اخس. وليك نفس تضحك؟ في ايه يا دكتور؟ وضح. هي راحت؟ هي ايه اللي راحت؟ اختفت؟ ايه اللي اختفت؟ المروه. هي وقعت منك فين؟ هنا ولا فوق؟ ندور عليها عادي يعني. مبروك مجالكم. مش فاهم. سلافه. مالها؟ حبله. انت فرحان ولا زعلان؟ لا انا دهشان. روح 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 دور ورايا خطيبة. تقصد مين؟ فارس؟ انت قلتها لوحدك مش انا اللي قلت. عندك حق، انا ادور عليها هي وخطيبها. انا اسف يا دكتور انا اخرتك على الحضانة، تقدر تمشي انت دلوقتي. يخص. طب هي المروة وقعت منه فين ندور عليها؟ يا دكتور تعالي تعالي سندي عليا انا زي اخوكي. تعالي 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 يا فريده. يا ساتر يا رب، شكلك اتغير كده ليه؟ انت عجزت خالص يا فريده، انت عندك كام سنه؟ ان شاء الله خير ما تقلقيش ما تقلقيش. فريده انت كويسه؟ ما تخافش لسه عايشه. ايوه بس هو ايه اللي حصل؟ مستر فارس بعت لي رساله على الموبايل وقال لي استنيني على قعده العشاء. استغفر الله العظيم. ممكن تسكت يا حبيبي؟ استغفر الله العظيم، في ايه يا حبيبي؟ كملي. انا مش فاهمه هو ليه بعت لي الرساله وقال لي روحي هو مش هناك. تفتكروا يقصد ايه؟ يقصد ايه؟ يقصد ان هو يمشيكي من الاوتيل عشان خاطر يعرف يتجوز سلافه، عشان حضرتك طول الوقت ماسكه البطاقه وعماله تنخوري عايزه تبوظي الجوازه. هو اتجوزها؟ لا اطمني لسه. طب الحمد لله. بس ان شاء الله هيتجوزها. ها بعد الشر. يا عم خليك محضر خير، ما يمكن الرساله تكون جات له بالغلط ويقصد واحده ثانيه. واحده ثانيه مين يا ابو العريف؟ سلافه طبعا، هي مش خطيبته، يبقى اكيد هي اللي هتروح له قعده العشاء.
انا مش عايز اسمع صوتك يا زفت انت النهارده خالص. صوتك طلع دلوقتي وفقت يعني؟ اه صوتها طلع. في حاجه؟ هو انت الجارد بتاعها؟ اه الجارد بتاعها. انت بتحب تسمعها سعيد صح؟ هي ايه؟ تلات ثواني لو لقيتك في وشي هزعلك يا سعيد. اسمعها يا فندق. فريده بنت مستر حسين تخصني. نقول تاني. فريده بنت مستر حسين تخصني. اي واحد دماغه تتدحرج تهب منه يفكر يروح نواحيها هدبس له وشه. امين؟ ميت.